إعادة التدوير الطريقة المثلى للاستفادة من النفايات وإعادة تحويلها إلى منتجات جديدة تحد من استنزاف موارد البيئة الطبيعية. هنا في مسقط مؤتمر الرابطة الدولية لإدارة النفايات الذي تستضيفه هذا العام شركة بيئة، يستعرض تجارب وخبرات دولية ناجحة في إعادة تدوير النفايات، والذي تسعى من خلاله سلطنة عمان لتكون من الدول الرائدة في الاقتصاد الدائري. اهتمام سلطنة عمان بالاقتصاد الدائري وتحقيق مستهدفات الحياد الصفري في 2050. نأمل بإذن الله تعالى من خلال هذا المؤتمر أن نستفيد من الخبراء والمشاركين في هذا المؤتمر لرفع الوعي فيما يخص الاقتصاد الدائري وأهميته بالنسبة للاقتصاد السلطنة بإذن الله تعالى لتحقيق أهداف الرؤية 2040. الآن نحن نتحول إلى شركة إدارة موارد أكثر من إدارة نفايات، ونتحول إلى اقتصاد دائري. طبعا عندنا عدة مشاريع في مجال الاقتصاد الدائري، منها إنتاج الطاقة من النفايات، وأيضا إنتاج الغاز الحيوي، وتشجيع المجتمع بشكل عام على إعادة التدوير والخفض من استهلاك الموارد الغير مستدامة. المملكة العربية السعودية واحدة من دول منطقة الشرق الأوسط التي قطعت شوطاً كبيراً في مجال تدوير النفايات وجلب الاستثمارات الخارجية والداخلية. عملنا اليوم نجلب الشراكة العالمية والشراكة الوطنية، ولله الحمد انتقلنا نقلة جبارة في هذه الشركة. كنا قبل فترة بسيطة يمكن لا نتعدى 20 شخص، ندير يمكن مليون دولار من الأصول أو 4 مليون ريال من الأصول. الآن ولله الحمد الشركة فيها 2000 شخص تدير أكثر من 4 مليار ريال من الأصول. دخلت في عدة مجالات، أسست 14 شركة وشراكة موجودة، دخلنا في 12 نوع من أنواع النفايات. احنا متبنين مبادئ الاقتصاد الدائري بالكامل لكي نتحول باستخدام أفضل للموارد، نتحول عن استخدام المرادم بشكل كبير جدا. نستهدف أن خلال 15 سنة الجاية إن شاء الله تعالى نستبعد أكثر من 90% من جميع أنواع النفايات اللي تنتج في المملكة عن المرادم، ونستفيد منها كمصادر. المؤتمر اشتمل على جلسات حوارية وأنشطة تناقش التوجه العالمي للحد من انبعاثات الغازات، إضافة إلى استعراض آخر التقنيات الحديثة في إدارة النفايات وكيفية استغلالها وجعلها أحد عناصر الاقتصاد. مؤتمر الرابطة الدولية لإدارة النفايات يناقش على مدار 3 أيام استراتيجيات عديدة ومبتكرة وتجارب دولية ناجحة في إدارة النفايات التي تعزز مبدأ الاقتصاد الدائري، وهو ما تسعى سلطنة عمان إلى تحقيقه خلال المرحلة المقبلة. من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، محمد بن ناصر الخليلي.